بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حللنا أهل ووطأنا سهلا، عدنا والعود أحمد. منذ أزيد من سنتين ونصف لا بد أن نسجل حضورنا اليوم من أجل التعريف بالمظلومية، القضية العادلة للعشر آلاف ومئتين متقاعد ومتقاعدة برسم السنوات تصاعديا من 2003 إلى 2011، وعلى رأسهم ضحايا الزنزانة التاسعة، ضحايا المادة 112، ضحايا الشرط 15 إلى 6، المتقاعدين من 2003 2004 2005 الذين تقاعدوا وتم تطبيق الحصيص السنوي في حقهم وتقاعدوا بالسلم التاسع، في حين أن هذه الفئة هي الفئة الجد متضررة التي كان من المفروض أن يتم يعني تسريع ترقيتها وتمتيعها بالترقي ب15 على 6، يعني 6 سنوات في السلم التاسع من أجل الترقي إلى السلم العاشر استثنائيا وبترخيص استثنائي من 2003 في حدود 4 سنوات، يعني محدد زمنيا بجدولة زمنية لا تتعدى 4 سنوات، تبدأ من 13/2/2003 وتنتهي في 12/2/2007 بمفعول مالي أو مادي. فعلا نشرت اللوائح تلقائيا في فبراير 2007، ولكن الأزلام قاموا بالالتفاف على هذه المظلومية، على هذه الفئة، وبدلا من تمديد المادة 112 كما كان مبرمج لها سابقا، تم تعليقها وتجميد المادة العمل المادة 112 واعتماد التقييد في جداول الترقي على أساس شرط النظام دي 10 سنوات. إذن عندما جاء النظام الأساسي دي 2003 وتم اعتماد المادتين 112، يعني في النظام الأساسي جوج 0.854 اللي هو نظام أساسي ديال 2003 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كنظام أساسي عنده طابع استثنائي، وضع السلم التاسع في طور الانقراض من أجل فك الحصار على الفئة التي كانت مرتبة آنذاك في السلم التاسع. وتم البرمجة على أساس أن يتم يعني ترخيصين استثنائيين اثنين، الأول يمتد من 2003 في حدود 4 سنوات للفئة الأولى، والترخيص الثاني يبدأ مباشرة عند انتهاء الترخيص الأول بتمديد المادة العمل بالمادة 112 من 2000 من فبراير 2007 الى ما تم شهر دجنبر 2013، على اساس ان في 2013 يكون السلم التاسع دار في طور الانقراض. هذا للتذكير فقط. تحايل كعادتهم قاموا بتوقيف العمل بالماده 112 في 2007 باش يوقفوا ويعلقوا اللوائح ديال المتقاعدين اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005 اللي تقيدوا بالمادة 112 على أساس يعني يترقاوا استثنائيا بست سنوات في السلم التاسع و15 سنة أقدمية عام. وكان من المفروض أي واحد تقاعد يتم ترقيته تلقائيا بدون إخضاعه للكوطة من سنة إحالتي على التقاعد، والمزاولون منهم
يعني في 2007 خاص الجميع يتم ترقيته ب 15 ل 6، يعني ويكون عنده مفعول مالي ابتداء من فبراير 2007. هذا الشيء الذي لم يتم. دائما السيولة المالية و يعني الاعتمادات المالية هي التي تدفعهم إلى الالتفاف حول الحقوق ديال الفئات اللي كانت جد متضررة والتي على أساسها تم اعتماد المادة 112 والمادة 115 من أجل إنصاف هذه الفئة. ودائما أشير أن الفئة اللي كانت جد متضررة والمستهدفة فقط لا غير هم الأفواج ديال الثمانينات اللي توظفوا البكرة وعينوا بالثامن من 80 86، وقد ذكرت الأسباب والمسببات. كان من المفروض أنهم في 2001 ولا 2002 يكونوا ترقوا السلم العاشر، لقيناهم تقاعدوا ومقيدون في جداول الترقي منذ أزيد من 3 سنوات، وأحدثت المناصب المالية ديالهم منذ أزيد من 3 سنوات، وتقاعدوا وطبقت فيهم الكوطة كمتقاعدين وتقاعدوا في السلم التاسع. نشرت اللوائح ديالهم في 2007 وتم تجميدها وتجميد العمل بالمادة 112 وتعليق ترقيتهم، في حين كانت اللوائح يعني قد نشرت لليز دافونسمون تروازيام كراد الى دوزيام كراد، ولدينا ما يفيد. اذا النقابات الان اللي هي تتبغي تبين بانها مؤتمنه وبانها تدافع عن الحقوق ديال الشغيله، وهي يعني تحت الطاولة تقول شيء وفي العلن تقول شيئا مخالفا لا علاقة له بالواقع بما تم الاتفاق عليه في اللقاءات بين النقابات والمصالح الإدارية. وهذا العمل باقي تقوم به لحد الآن، لأن في 2003 2004 2005 كانوا جميع هاد النقابات للان اللي باقي الان هما اللي كانوا المسؤولين على النظام الاساسي ديال 2003، اللي الجميع اقر بانه كان ظالما جائرا وخلف ضحايا و بان كان في اختلالات ونواقص وقصور وحراميات الشاليب الى اخره. والان راه كلهم يعني راه اجزموا بان كاين هناك اختلالات في النظام ديال 2003 وبأن هناك اختلالات ونواقص وتجاوزات حتى في المراسم السابقة، جميع المراسم السابقة. فهاد اللي كاين الآن هما اللي جابوا النظام الأساسي الجديد ديال 2003 بكل مخلفاته وبكل عيوبه ونواقصه وبكل تراجعه في المكتسبات. المكتسب الوحيد اللي جابوه هو جابوه ليهم هما، وخصوصا اللي عندهم الإجازة اللي دائما كانوا الفئة المحظوظة، لأن اللي جينا تشوفوا اللي توظفوا بالإجازة في 88 هما اللي الآن اللي هما اللي في المراكز في المصالح المركزية، يعني عندهم المسؤولية في المصالح، هما اللي يعني تزعمون النقابات، هما اللي شدوا الإدارة، التفتيش، التأطير إلى آخره، تغيير الإطار، استافدوا أكثر من 7 3 الملفات ولا 4 اللي استافدوا منها خارج ضحايا الزنزانة سعود، ضحايا الهم الكحل، السواهيل العليا، الدكاترة إلى آخره. هما اللي الآن كانوا سباقين إلى الاستفادة حتى قبل تنزيل النظام الأساسي الجديد. وفي النظام الأساسي الجديد هم اللي غتكون عليهم الهيمنة على جميع اللي كان شي مكتسبات في هذا النظام الأساسي الجديد، وهما اللي السباقين في 2003 بداوا 2003 2004 2005 يعني بداوا تيحصدوا في السلم الحادي عشر، حتى طلع عليهم الآن في روسهم، وكلهم كانوا تيهضروا على اوري شير فقط. وهذا من بين الأسباب اللي
على أساسها قاموا بالتستر على 10200 اللي تقاعدوا من 2003 إلى ما تم 2011 باش يوفروا لذاك الاعتماد المالي ويدوزوا به روسهم، لأنهم تعرفوا بأن أوريشير راه كاين 200000، 200000 غير في أوريشير. إذا يدفعني نقول هذا الشيء، لأن لاحظت بعض الأزلام، بعض الوصوليين التكاليين المريقية اللي تصطفوا فقط في الجهة الغالبة في السابق مني، يعني النقابات راه كلهم ما كاينش شي واحد يعترف بما قبل 2012، وغبروا الشقف ديال ضحايا الزنزانة التاسعة اللي كانوا هما الأصل، هما الأصل، هما اللي تقاعدوا بالسلم التاسع، هما اللي تقاعدوا بالسلم التاسع، هادو اللي تقاعدوا ومرقون مرقيين خارج اللوائح ديال الترقية ديالهم أكثر من 3 سنين قبل ما يتحالوا على التقاعد، وحديثات المناصب المالية ديالهم بأكثر من 3 سنوات قبل إحالتهم من التقاعد وقبل التشطيب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية. يعني من كانوا مزاولين كانوا مقيدين وكانوا مستوفين جميع الشروط المطلوبة وخارج اللوائح ديال الترقية ديالهم. إذا من تيبغوا نرقوا شي متقاعدين تنرقوا المتقاعدين اللي كانوا أصلا من كانوا مزاولين كانوا خارج اللوائح ديالهم ديال الترقي، وديروا فيهم قال لك الكوطة والاعتمادات المالية ديالنا والترقية ديالنا، داو علينا هاد الأزلام اللي دايزين 3 المرات وتقاعدوا صدفة بعد 2012 2018، وكانوا من المنتمين ومن يعني المنتسبين والقواعد، وعندهم ابناء العشيره وعندهم مواتهم وعيالاتهم جداتهم خوالاتهم كلهم في العرس، وانتم عارفين كيفاش داز داك الهم لك حل، عرفتوا كيفاش داز هذاك الهم لك حل، وردوهم هما مرقين 3 المرات ولا 4 مستافدين من المادة 112 اللي جات في النظام الأساسي ديال 2003 وترقاو غير ب6 سنوات من 9 ل 10، كاين اللي في ظرف 12 سنة خبط 2 سلالم، وكاين اللي الآن 27 سنة يلاه ترقى مرة واحدة، وحنا ترقى يعني توظفنا بالثامن تقاعدنا بالتاسع، ورغم ذلك أننا كنا مقيدين وخارج اللوائح ديال الترقية ديالنا، ورغم ذلك جمدوا كل شيء خباوا كل شيء خبروا كل شيء، وباقيين شي هاد الزلال أنت جيت تقول لك النقابات من النقابات النقابة ديالي النقابة، وسير تعاود خيالتك، سير عاود خيالتك يا الوصولي، النهار اللي كل شيء قلب علينا ووصلنا إلى الحاجة جزاء الله كل خير، حاجة منى جزاها الله كل خير في وجدة، والزوج ديالها السي عبد العزيز جزاه الله كل خير، والسي العادلي والسي الدحمان والسي المهيلي والسي العادي والسي الإبراهيمي والأستاذة زيزي والأستاذة سعاد العمري دار بيضاء، والأخوان كثر هما اللي وقفوا معانا، تتم الاعتراف بالمظلومية ديال 10200، تتم الاعتراف بضحايا الزنزانة التاسعة اللي هما الأصل اللي هما اللوائح، توصلون للوزير وشاف الحقيقة وقال لهم سيروا جيبوا اللوائح، وجابوا لي هذيك الساعة اللوائح ديال 10200 اللي كانوا مغبرين له كل شيء وكله وفرش كل شيء، النقابات والمصالح الإدارية، قال لك هما اللي قالوا لي بأن راه كاينين فقط غير 4600 اللي مرتبين في السلم التاسع، هما راه يلاه تخرجوا بالسلم التاسع، مخرجين بالسلم التاسع ما عندهم حتى شي علاقه لا بضحايا النظامين ولا هم يحزنون، مخرجين في 2012 2013، وقال لي راه صافي هادو هما اللي بقاو السلم التاسع دار بطون قيراط، خاصهم في 2014 يترتبوا في السلم العاشر، لان 2013 خاص السلم التاسع ما يبقاش الى اخره، ووكلوا بيعوا العجل كما تنقولوا، وقال صراحة وصلنا ليه، قال لك النقابات كل شيء غبروا عليا هذا الشيء، كلهم غبروا عليا هذا الشيء الأمور المصالح الإدارية، وقال لك استغرب كاين شي واحد باقي يهضر بالسلم التاسع، والآن ولاو أصحاب السلم التاسع هما المهيمنين المتقاعدين من 2003 2004 2005 هما اللي غيدوزوا، هاد الكنانم هاد عبادين اللومة هادي اللي دايرين واحد المجموعة ديال الكوانب ويسركم
وتيجمعوا من عندهم الفلوس وتيدوها لهذيك النقابه. قال لك باقي الله جات المراهقه النقابيه تدير لي تدير لي تنسيقيه. وفي الاخر وما حطش شي ملف ديال ما قبل 2012، كانوا حاطين فقط ديال 154 اللي باقيين ما مكملينش الشرط. وطقبت لكم الورقه ومشيتوا لمزبله التاريخ، وحتى هذاك اللي ديتوا لي دانون وديتوا لي الحليب ومشيتوا دخلتوه وعرض عليكم في داره وديتوا لي الاربعيه والهديه، وما ديتوش ليه ما يدخلكمش للدار. واش درتوا في الاخر؟ راه مشى لمزبله التاريخ وتبتوا ما تبعتوه. وحتى مين يجي بغى يدير لكم تنسيقيه، مكتب تنسيقيه الكنانم، ما فيكمش الخير. جيتوا حتى الاخر باغي نديروا لجنه ديال المتقاعدين قبل 2012. انتوا مش من علاقه عند يماكم مع قبل 2012، دايرين زلالم، دايرين كوانب، دايرين كعلمين، مع احترامات للمعلمين السابقين. كاينين اللي ما كانش ولا كانش تعرف والليف من الزرواطه، دخلوا غا مدررين، هبط الريد ومشى شد القيزم، ما عارفين تزبط، ما يعرف يعمر.